أصدقائي مرحبا ويا مرحلا، أهلا بكم أهلا بكم أولا. على وين يا جحا؟ ولماذا أراك هكذا حزين؟ أنا وحماري مسافرين تاركين البلاد مغادرين. إيش رأيك تدون مذكراتك أثناء رحلاتك، ويوم تعود لنا في رمضان تقص علينا ما شاهدته في البلدان؟ وأين أصدقائي الآن؟ إنهم ينتظرونك في المطار. إذن هيا فلنسع ونركب الحمار. أخشى أن نتأخر عن موعد الطائرة. آه يا حماري، كنت أريدك تطير. اجزلوا يا صديق العطاء، اجزلوا العطاء يا أصدقائي. قلت في نفسي يا جحا، ليش ما تعيد أيام الشباب وزمان الصبا، بس بطريقة حديثة متطورة، أدور وألف الدنيا على حماري بعد ما حوله لطائرة. أصبروا واسمعوا، لا تضحكوا لا تسألوا.